تدمير ممنهج بنعتبره لبيئة عدلون ولمنطقة تاريخية فيها أثار قيمة جدا سواء تحت البحر أو فوق البحر. من دون أي دراسات بدأوا بالجرف وبالردم. الهيد انجينيرز والهيد سيرفيورز او من الشركه اللي موجودين بس كل الليبرز وكل السكيلد ليبرز او حي العمال موجودين بالمشروع هن من عدلون. كان في برايوريتي انه كل اللي ممكن يشتغل بالمشروع يكون من منطقه عدلون. عدلون بلدة تفتقد للتنمية وتفتقد للبنى التحتية، فبالتالي أي مشروع هو ستستقبله الناس بحيث أنها ضيعة تفتقد لجميع المرافق العامة ولجميع يعني كل ما هو يقدم فرص عمل للناس. منطقة بحر عدلون هي منطقة بعدها بنسميها نحن باللغة العربية بكر، يعني بيئة غير مدمرة، ما فيها تلوث من المجارير، ما فيها تلوث من ما فيها مصانع يعني تؤدي لتلويث المي فيها، فهي بنعتبرها يعني بنية بيئية أو إيكو سيستم متكامل. Yes, I will open. I have them in. Let's. This is the phase one of the project. Here. إنه ما في آثار موجودة بالموقع اللي نحنا عم نعمل فيه البريك ووتر الأشغال اللي بلشناها. في بعض الصخور اللي من جهة الجنوب. في عليها اشياء مثل يعني الشاطئ اللبناني كله من اول لاخره فيها الاشياء.